أصحاب السعادة، شكرا جزيلا. شكرا لسعادة السفيرة نسيبة وسعادة السفير جونغ جون وسعادة السفير فريجر على عقد هذه الجلسة لنتحدث عن أسوأ الحالات التي يمر بها الأطفال في دولة فلسطين وإسرائيل. أشكر المجلس على اعتماده القرار 27-12 وهو نص يعترف بالتأثير غير المتناسب لهذه الحرب على الأطفال، ويطالب أطراف النزاع بحماية الأطفال بشكل خاص، فهذه حماية يستحقونها بموجب القانون الدولي. هذا القرار يدعو إلى هدن إنسانية مطولة ومبررات إنسانية في غزة، وآمل أن يتم تنفيذ ذلك على الفور حتى يتمكن الشركاء الإنسانيون من الوصول إلى المحتاجين من المدنيين لا سيما الأطفال. كما ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار المحدود، يمكن أن نعزز إيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة، ولكننا نحتاج إلى موارد إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة. لكن ذلك لا يكفي، يجب إنهاء الحرب ووقف عمليات قتل وتشويه الأطفال على الفور. أصحاب السعادة، قبل إحاطتكم بالتفصيل حول الحالة في غزة، ألفت عنايتكم إلى محنة الأطفال في إسرائيل والضفة الغربية. فمنذ 7 أكتوبر قتل حوالي 35 طفلا إسرائيليا، وهناك أكثر من 30 طفلا رهينة في غزة. قال الأمين العام إن الاتفاق بإطلاق سراح الرهائن مرحب به، لكن نحتاج إلى القيام بالمزيد. سندعو الأطراف إلى إطلاق سراح كل المختطفين من الأطفال بشكل آمن. في الأسبوع المنصرم المدير التنفيذي نائب المدير التنفيذي لليونيسف سافر إلى إسرائيل، حيث اجتمع بأسر الرهائن الأطفال وقدموا خوفهم إزاء سلامة أطفالهم. وخططت للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية في الأسبوع المنصرم، ولكن كما قال لي طبيبي لن أتمكن من الوصول هناك. نائب المدير التنفيذي زار الضفة الغربية لتقييم الوضع الإنساني والأمني المتردي هناك. على مر الأسابيع الستة المنصرمة، 56 طفل فلسطيني قتل، وهناك أعداد كبيرة نزحت من منازلها. حوالي 450 ألف طفل في الضفة الغربية بحاجة اليوم إلى المساعدة الإنسانية. نحن وشركاؤنا نوفر الدعم والحماية والدعم للصحة العقلية والمياه والإصحاح والتعليم ل280 ألف طفل في الضفة الغربية. بالنسبة إلى غزة، عدت للتو من زيارتي إلى الجنوب، حيث التقيت بالأطفال وأسرهم وموظفي اليونيسف على الأرض. لا يمكنني أن أنسى ما رأيته وسمعته. عندما زرت مستشفى ناصر في خان يونس، كان مكتظا بالناس، بالإضافة إلى المرضى والموظفين الطبيين، هم ينامون في الممرات وفي المستشفى. أثناء وجودي هناك تحدثت مع طفلة عمرها 16 سنة تعرضت لجرح كبير ولن تتمكن من السير مجددا. في قسم المولودين حديثا رأيت أطفالا في الحاضنات يصارعون للبقاء على قيد الحياة. أثناء وقتي في خان يونس تحدثت أيضا مع موظف في اليونيسف الذي خسر أكثر من 17 فردا من أسرته، وهو يعمل بشكل بطولي لتوفير الوصول إلى المياه الآمنة والإصحاح للأطفال والأسر في غزة. كوالدة لأربعة، هي من بين والدات كثرن في غزة يعانون من الخوف. نظرا إلى تأثير هذه الحرب على الأطفال، فهذا الخوف في مكانه. أكثر من 5300 طفل فلسطيني قد قتل في 46 يوما فقط، أكثر من 115 يوم في كل يوم لأسابيع وأسابيع. على أساس هذه الأرقام يشكل الأطفال 40% من الوفيات في غزة. هذا غير مسبوق. بعبارات أخرى، قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم للأطفال. نتلقى أيضا تقارير حول أكثر من 1200 طفل لا يزالون تحت الركام في أو لم يبلغ عنهم. عدد الوفيات في الأزمة الحالية قد تخطى بشكل كبير إجمالي عدد الوفيات أثناء التصعيدات السابقة. للمقارنة، 1653 طفلا تم التحقق من مقتله في 17 عاما من الرصد والإبلاغ عن انتهاكات فاضحة بين 2005 و2022. الأطفال الذين نجوا من الحرب
ستتغير حياتهم بشكل لا عودة عنه بسبب تعرضهم لهذه الصدمات. فالعنف حولهم يمكن أن يؤدي إلى ضغط كبير ويقوض تطورهم الجسدي والعلمي. حتى في هذا التصعيد الأخير أكثر من 540 ألف طفل في غزة، أكثر من نصف الأطفال في غزة تم تحديده على أنه بحاجة إلى رعاية صحية نفسية ودعم نفسي. واليوم أكثر من 1.7 مليون شخص في غزة، نصفهم من الأطفال أصبحوا نازحين. نعبر عن قلقنا إذا ارتفاع عدد النازحين من الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم أثناء إجلائهم إلى الجنوب أو يصلون إلى مستشفيات لوحدهم. هؤلاء الأطفال الضعفاء ويحتاجون إلى تحديد هويتهم وتوفير الرعاية المؤقتة لهم والعودة إلى أسرهم. بالإضافة إلى القنابل والصواريخ وأطلاق النار، أطفال غزة يتعرضون لظروف معيشية كارثية. مليون طفل أو كل الأطفال في الأرض يعانون من عدم الأمن الغذائي، وقد يعانون من أزمة غذائية كارثية. في الأشهر المقبلة سيرتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي الكبير ليصيب أكثر من 30% من الأطفال في غزة. القدرة على إنتاج المياه انخفضت بشكل كبير ووصلت إلى 5% فقط، في حين أن الأسر والأطفال يعتمدون على مياه قليلة. في الوقت نفسه عمليات ضخ المياه وتحليتها توقفت بسبب غياب الوقود، وخدمات الإصحاح قد انهارت. هذه الظروف تؤدي إلى انتشار الأمراض التي تهدد حياة الضعفاء مثل المولودين حديثا والنساء والأطفال، لا سيما الذين يعانون من سوء التغذية. نرى حالات من الإسهال والإصابات التنفسية في أطفال لا تتعدى أعمارهم 5 أعوام، وسيتفاقم الوضع مع البرد. مخاطر الصحة العامة في غزة تتفاقم بسبب إقفال النظام الرعاية الصحي. أكثر من ثلثي المستشفيات لا تعمل بعد الآن بسبب غياب الوقود والمياه أو لأنها تعرضت لضرر كارثي في الاعتداءات. منظمة الصحة العالمية تقدر أن 16 عامل في المجال الصحي قد قتل و 38 تعرض للإصابة أثناء عملهم. المرضى يقتلون بدون الرعاية. في الأسبوع المنصرم قمنا بعملية مشتركة بين الوكالات، أعادت أو نقلت 31 طفلا من مستشفى الشفاء إلى المستشفى الإماراتي في جنوب قطاع غزة. لا يجوز أبدا استهداف المستشفيات أو استخدامها من قبل المقاتلين، والآلاف الذين يلجؤون إلى المرافق الصحية هذا أمر مهم. نرى أيضا اعتداءات مدمرة على المدارس، مع حوالي 90% من المباني تعرضت للخطر. حوالي 80% من المرافق تستخدم كملاجئ للنازحين داخليا، لكن حتى ذلك ليست آمنة للأطفال والأسر. وفي الأسبوع الماضي ضربت مدرستان، بما في ذلك مدرسة تابعة للأونر، وكانت تأوي المشردين، وأبلغ عن موت 24 شخص، وتدين يونيسف كل الهجمات ضد المدارس. وفي كل أنحاء دولة فلسطين وإسرائيل أطراف النزاع يرتكبون انتهاكات خطيرة ضد الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه والاختطاف والهجوم على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ولكن في غزة أثار العنف بحق الأطفال كانت كارثية ولا زالت، وهي عشوائية وغير متناسبة. وعندما تنتهي الحرب فإن تلوث المنطقة بمخالفات الحرب المتفجرة سيصبح غير مسبوق، وبما يهدد حياة عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء غزة، وهو خطر يواجه الأطفال يمكن أن يدوم لسنوات. وفي غزة كذلك الحرب سببت أكبر خسارة في الأرواح في صفوف موظفي الأمم المتحدة، بأكثر من 100 موظف تابع للأونروا قتلوا. ومؤخرا في الأيام الأخيرة زميل من منظمة الصحة العالمية قتلت مع وليدها ابن 6 أشهر وزوجها وأخويها.
أصحاب السعادة من أجل بقاء الأطفال على قيد الحياة ولكي يأمن العاملون الإنسانيون وينفذوا مهامهم، فإن الهدنات الإنسانية لا تكفي ببساطة، واليونيسف تدعو إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية عاجل. وإن مما يقلقنا زيادة التصعيد العسكري في جنوب غزة، والذي يمكن أن يدهور الأوضاع أكثر ويسبب المزيد من النزوح، وبما يضغط على السكان المدنيين في منطقة أصغر مساحة. والهجمات في الجنوب ينبغي أن تتوقف ولا تحدث، وتعارض يونيسف إنشاء ما يسمى المناطق الآمنة. ما من مكان آمن في قطاع غزة، والمناطق المقترحة لا تحتوي على تدابير الحماية أو البنية التحتية اللازمة لتلبية الاحتياجات. ونشدد الدعوة على دعوة الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ الضرورة والتمييز والاحتياطي والتناسب، ونطلبهم أن يتجاوزوا ما يستدعيه القانون من أجل حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية، وأن يطلقوا سراح رهائن المدنيين فورا بدون شروط في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال. وندعو الأطراف كذلك لامتثال القرار 27/12 وتقديم المساعدة الإنسانية بدون معوقات في داخل قطاع غزة، ولتصل إلى قطاع غزة في كل المناطق بما في ذلك الشمال. والأطراف ينبغي أن تسمح بالدخول للإمدادات فورا بما في ذلك الوقود والمياه وكل لوازم البقاء على قيد الحياة. وندعو كذلك إلى مرور الأمن لكل المدنيين الذين يطلبون المأوى، وأن يعاد فتح كل المعابر، ولضمان أن المياه آمنة وليست ملوثة. أصحاب السعادة، إن الثمن الحقيقي لهذه الحرب في فلسطين وإسرائيل سيقاس بحياة الأطفال، الحيوات التي أزهقت. وبدون إنهاء القتال وتوفير الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، فهذا الثمن سيزداد في الارتفاع. إن الدمار في غزة وقتل المدنيين لن يأتي بالسلام أو الأمن في المنطقة، فإن شعب هذه المنطقة يستحق السلام، فليس إلا الحل السياسي بالتفاوض الذي يعطي الأولوية لحقوق ورفاه جيل الحاضر وأجيال المستقبل من الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين هو الذي سيضمن ذلك. أحث الأطراف على الاستجابة لهذه الدعوة، بدءا بوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية كخطوة أولى على المسار نحو سلام دائم. وأحثكم كأعضاء في مجلس الأمن على بذل كل ما تستطيعون من أجل إنهاء هذه الكارثة بحق الأطفال، وشكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب، وتفعيل جرس التنبيهات.